اليوم بين ممثلين ديال الساكنة في أعضاء ديال اتحاد الملاك والسيد الباشا والسيد رئيس الجماعة وممثل ديال الدرك الملكي وممثل ديال وزارة الصحة وممثل ديال وزارة التعليم وممثل ديال السكك الحديدية لونسف و تم واحد اللقاء بعد الإعلان على وقفة احتجاجية أمام العمالة بخصوص المعاناة اللي كتعانيها الساكنة ديال الأندلس اللي متمثلة في الكثرة ديال الأزبال والكلاب كثرة الكلاب الضالة والمشكل ديال الاحتلال الملك العمومي والمشكل ديال انعدام المرافق العمومية اللي هي مدارس مستوصف هذا المسجد الحمامات يعني الملحقة الإدارية إلى آخر الحدائق ملاعب القرب السوق النموذجي كل هاد دور شباب يعني كل هاد المرافق كتعاني الساكنة ديال الأندلس من انعدامها في الرقعة اللي احنا كنتواجدوا بها. لهذا درنا اعلنا على هذه الوقفة هذه بعد مرور لان كنا اعلنا على وقفة سابقة في 19 ماي 2023 وتم بعدها تم لقاء بين هاد الأطراف هادو ولم يتم استجابة لواحد مجموعة ديال المطالب ديالنا بعد الإعلان بعد مرور سنة أعلننا على وقفة ثانية اللي كانت اليوم 18 ماي 2024. كان استجابة ديال الجهات المعنية بالتواصل والحمد لله كاينة وعود من طرف المتدخلين بأكملهم. كان الوعود اللي تعطاتنا هو ان غيتم يعني بالنسبه لنا كساكنه ديال الاندلس راه غيتم تجديد الصفقه ديال كازا تكنيك مع غيتم الاعلان على 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 يعني دخول شركه جديده او لا تجديد مع كازا تكنيك بمعايير جديده لان كيقولوا المبرر اللي كاين هو ان كازا تكنيك ملي داروا معها الصفقه كان عدد الساكنه اللي هو 103,000 ساكن على المستوى ديال بوسكوره. بوسكوره عرفت واحد النمو ديموغرافي يعني انه يعني التوسع ولا العدد ديالها دابا تقريبا يفوق 300,000 ساكن والصفقه كانت كتبنى على هاد العدد الساكنه. فدابا غيتم اعلان على صفقه جديده بعد يعني من هنا لواحد 4 شهور غدار صفقه جديده بمعايير جديده اللي غدا تحل لنا هذا المشكل. هذا على قول لسان ديال رئيس الجماعه اللي غتحل هذا المشكل ديال الازبال. بالنسبه للمساله ديال كثره الكلاب الضاله هذه المساله وعدنا السيد الباشا والسيد رئيس الجماعه على انه غيتم الحل ديال هذا المشكل. هذا الصفقه راه تمت وانه تم اداء الواجب اللي على الجماعه بوسكوره اللي هو 600,000 درهم وان هاد الشركه ديال كازا بيئه باقا كتقلب على يعني واحد المساحه اللي غدير فيها اللوكال ديالها اللي غادا تبدا يعني تجيب داك الكلاب الضاله ليها. هذا من ناحيه. بالنسبه للمدارس الممثل ديال الصحه قال على انه في هاد 15 خلال هاد 15 يوم راه كاينه دابا جلس المندوب يعني المدير الاقليمي ديال وزاره التعليم مع السيد العامل مع السيد رئيس الجماعه على اساس انه مع المنعش العقاري راه غدا على اساس انه راه غتبنى ابتدائيه واعداديه وثانويه راه كاينين في البلان غادي يتبنى واللي غيتكلف البناء ديالهم هو المنعش العقاري. وبالنسبه للاناره العموميه الصفقه راهم دابا الى راه يعني تم الاعلان على الصفقه راه كيتسناو غير التريزور انها تاشر عليها
تم الإعلان على الصفقة لا هي لا بالنسبة للصفقة ديال الحفار، كيتسناو على أنه يتم تأشير عليها باش أن الإنارة العمومية على المستوى ديال الأندلس غيبداو بها هي الأولى في الإصلاح ديال 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 الإنارة العمومية بالإضافة للحفار. النقطة ديال التشوير غادا تخرج لجنة، وعدنا السيد الباشا والسيد رئيس الجماعة لأنها غادا تخرج لجنة في هذا الأسبوع الجاي، وغادي هذه اللجنة غادا تشوف الأماكن ديال التشوير، ومن بعد غيعرفوا الأماكن اللي غادي تحط فيهم العلامات ديال التشوير، وغادا تعرض في جلسة ديال الجماعية اللي غادي يتم المصادقة عليها ويدار تشوير يعني في الأحياء ديال وشوارع الأندلس. بقات المسألة ديال الميك العمومي السيد الباشا، وعدنا على أنه هو السيد القائد على أنه غادا تبدأ مجهودات كبيرة، لأن محلات كثيرة تحلات وداك الشيء، قال لك وعدنا على أنه راه غيتم تحرير ديال الملك العمومي غير شوية ديال الصبر. فاحنا بطبيعة الحال كيف ما بدينا هاد المطالبة بهاد المطالب ديالنا دابا ما يزيد على سنتين، فاحنا بطبيعة الحال غنصبروا وغنتسناو انها تكون حلول من طرف الناس المسؤولين والالتزام بالوعود ديالهم.